القرآن هو القرآن. أحمد الله ذو الفضل علي، ربنا المعبود ذو العرش العلي، وصلاة الله مع تسليمه الذي جاء بالشرع المكمل. سلام لكم مني مشاهدينا الأفاضل عبر قناة الأنيسة الفضائية، أسعد كثيرا بمتابعتكم لهذا العدد الخاص والذي سنطرح فيه موضوع التعليم القرآني في المعاصر، أقول في المدارس القرآنية، ونأخذ مدرسة الماهر أو مركز الماهر بالقرآن كنموذج عن هذا التعليم القرآني، وسنتكلم عن الإنجازات المقدمة أو المحققة من قبل هذا المركز. ولنناقش كل هذا وأكثر أسعد كثيرا باستضافة الأستاذ سفيان بعويرة، وهو مدير مركز الماهر للتعليم القرآني. مرحبا أستاذ. مرحبا بك ولكل المشاهدين الكرام. شكرا أستاذ على تلبية الدعوة. ربما أستاذ سفيان البداية ستكون عن الفرق بين التعليم القرآني المعاصر وعن التعليم القرآني التقليدي إن صح التعبير في المساجد. يجب أن نجد يعني التعريف حتى يتسنى لي المشاهد الكريم معرفة ما تقدمه هذه المدارس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. أخي وائل، في الحقيقة الكلام عن التعليم القرآني سواء كان في الفترة الماضية أو الفترة المعاصرة هو كلام شيق وممتع في حد ذاته، فلأن كلاهما يعنى بمشروع واحد ألا وهو المشروع القرآني، هذا القرآن الكريم الذي وصفه الله عز وجل بأنه روح تحيا به أو يحيا به الإنسان. قال عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا القرآن هو روح تحيا به الإنسان، يحيا به الإنسان. كذلك قال الله عز وجل: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. والقرآن الكريم أيها الأحبة الأفاضل هو دستور هذه الأمة وهو هويتها، هو دستور هذه الأمة وهو هويتها، وهو الحياة الحقيقية التي أرادها لنا الله عز وجل. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هو الطريق إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لما نتكلم عن التعليم القرآني سواء كان في الفترة الماضية أو في الفترة المعاصرة أكيد شهد تطور ملحوظ. فمثلا الفترة المعاصرة أخي وائل ما يعرف بالتعليم يعني بطريقة تقليدية اقتصرت على يعني هذه المرحلة اقتصرت على يعني التحفيظ، اقتصرت على التحفيظ. أكيد فيها نقاط إيجابية وفيها بعض النقائص. من بين النقاط الإيجابية تعلم يعني الرسم العثماني بالنسبة يعني الطلبة الذين يدرسون ودرسوا في بالطريقة التقليدية، ونحن ثمرة من ثمار ذلك الزمن الجميل. وبالمناسبة أحيي جميع المشايخ الذين كان لهم يعني فضل كبير علينا. فقلت يعني تتعلم فيه الرسم العثماني وكذلك الحفظ الجيد، ولكن كان يقتصر على الحفظ فقط. في بعض النقائص أذكر منها يعني كثرة العدد وعدم تفويج يعني الطلبة وغير ذلك، وفي نفس الوقت يعني شيخ واحد يعني يؤطر عدد كبير من الطلبة، مما يعني يصعب على الشيخ أن يستوعب كل هذا الطلبة يعني المنظمين. يصعب، نعم. جيد. بينما إذا انتقلنا إلى التعليم في الفترة المعاصرة فهنا نكون قد انتقلنا من مرحلة التحفيظ إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة الضبط والإتقان ومرحلة الإجازة، وكل هذا لم يكن موجود في الفترة السابقة. يعني معظم المشايخ يعني أصلا التجويد كان نادر في ذلك الوقت، ولكن الآن نشهد يعني تطور ملحوظ ومرحلة جديدة وإقبال يعني كبير جدا لجميع فئات المجتمع، سواء كان على المدارس الخاصة هذه يعني بطريقة العصرية، أو كذلك المساجد التي دخل فيها يعني هذه المنهجية وهذا التطور الملحوظ. إذا تكلمنا عن الفروقات الموجودة بين التعليم القرآني يعني في الفترة الماضية وفي الفترة الحديثة، ربما أنا أركز على هذه النقطة، يعني أقتصر ذلك في 5 نقاط جوهرية يختلف فيها التعليم في الفترة المعاصرة عن التعليم في الفترة الماضية. أول نقطة هو الهيكل، أصبحت هناك مدارس قرآنية خاصة تشرف على التعليم القرآني بطريقة عصرية، يعني هيكل مدرسة خاصة، إدارة وإعلام
ومدى وأقسام وغير ذلك. في الفترة الماضية يعني كان ربما بعض المساجد عندها غرفة حجرة واحدة صغيرة يقرأ فيها مجموعة يعني كبيرة من الطلبة والطالبات بمختلف أعمارهم، يعني تلقى ممكن الصغير والكبير والذكر والأنثى وغير ذلك. ولكن هذه المرة أصبح هناك هيكل قائم بذاته وإدارة وإعلام وأقسام وغير ذلك بطريقة عصرية ووسائل حديثة وبرامج كذلك حديثة. تستعملون التفويج وفارق السن مهم في تقسيم الأفواج. نعم نعم. بين النقطة الثانية إضافة إلى يعني الهيكل القائم بذاته المدارس القرآنية الخاصة، أذكر كذلك يعني نظام الأطوار وتقسيم الأفواج. يعني عندنا هنا في مركز الماهر بالقرآن الكريم مثلا سنة أولى وسنة ثانية هذا يسموه طور تمهيدي، ثم اللي بعده الطور الأول ثم الطور الثاني، وكذلك القسم لا يتجاوز عدد المنتسبين إليه 20 فرد حتى ضمان جودة التعليم. فهذا ما يعني في الفترة الماضية تجد عدد كبير من المنتسبين إلى القسم مقابل يعني شيخ واحد. فنحن في مركز الماهر بالقرآن لا يتجاوز عدد الأفراد المنتمين إلى القسم 20 فردا. كذلك النقطة الثالثة التأطير. التأطير نحن عندنا يعني نمشي بمبدأ كل أستاذ مقابل قسم، كل أستاذ مقابل قسم، كذلك لضمان جودة التعليم. النقطة الرابعة كذلك البرنامج. البرنامج ربما في الفترة الماضية كانت تقتصر فقط على التحفيظ، ولكن هذه الفترة المعاصرة أصبح للمدارس القرآنية برامج خاصة. بل زدك إضافة في مركز الماهر بالقرآن، عندنا يعني في الأطوار عندنا مستويات، ربما قد يكون الطلبة في نفس الطور ولكن مستويات، مستوى أول مستوى ثاني مستوى ثالث. طيب. لكل طور برنامج خاص ولكل مستوى برنامج خاص، فمن حقق أهداف الطور المستوى الأول يصعد إلى المستوى الثاني، من لم يحقق الأهداف المستوى الأول يبقى في المستوى الأول وكأنه يعيد السنة. وهذه يعني النقاط هذه لم تكن موجودة بهذا الضبط. ضف إلى ذلك النقطة الخامسة اللي هي النشاطات المكملة. الطالب لما يجي يأتيك إلى المدرسة ويجد يعني يجد عندك ما يسمى بالرحلة، سواء كانت الرحلة الربيعية والرحلة الشتوية، يجد المخيم الصيفي، المخيم الصيفي، وكذلك يجد بعض النشاطات، الدورات الرياضية ودورات يعني تربوية وغير ذلك من النشاطات، يجد يعني أنه هناك برامج يعني متكاملة إضافة للبرنامج. نعم. يعني المواد العلمية كاين نشاطات مكملة، فيكون البرنامج ثري وهنا يتعلق، تجد بعض الطلبة متعلقين يعني تعلق كبير بمدرستهم. طيب هذا ربما هذا تحفيز للاستقطاب، هل تجدون إقبال كبير على هذه المدارس في الوقت الراهن؟ نعم، بهذه الطريقة وبهذه المنهجية وبهذا التطور الذي يواكب العصر، لأنه الجيل الحالي لم يعد نفسه الجيل الماضي. الجيل الماضي أخي وائل يعني ربما في المساجد كنا نقرأ يعني بنظام دوام اليومي، وننهض يعني باكرا بعد صلاة الفجر يوميا، وكنا ندرس يعني في الثانوية وفي المتوسطة، وفقط يقتصر يعني البرنامج الحفظ فقط، وربما كما تحفظش ربما حتى تدي الفلاقة عند الشيخ، ولكن رغم ذلك كنا يعني لا نتأخر عن الحلقة. ولكن الآن لم يعد يعني هناك، الجيل هذا لم يكن أو بالطريقة هذه لا تواكب هذا الجيل ولا تساعده. نعم، نسجل خصوصيات معينة عند أبناء هذا الجيل. لذلك سؤال، ما يليق بهذا الجيل؟ هل التعليم القرآني المعاصر أم التعليم القرآني في المساجد أصبح لا يليق به تماما؟ شوف حسب كلامك. نعم، هو التعليم القرآني في المسجد لا ينبغي أن يعني له دور كبير جدا، ونحن ثمرة من ثمار ذلك الزمن له ثمرة، ولكن فقط أنا قلت لك أنه تلك الفترة اقتصرت على التحفيظ. آن الأوان المشروع القرآني تطور، لا يجب أن نقتصر المشروع القرآني كامل في تلك الفترة، في فترة أو التي كانت تقتصر على الحفظ فقط، فلها مزايا. تعلمنا فيها الرسم العثماني، وتعلمنا فيها معنى الصبر ومعنى يعني الاجتهاد والحفظ وغير ذلك. ولكن آن الأول لننتقل إلى مرحلة أخرى. حتى أخي وائل بعض المساجد الآن يعني تطورت يعني وانتقلت إلى 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 يعني على نفس المنهجية ونفس البرنامج الذي يعني يدرس فيه في المساجد في المدارس الخاصة. فسواء كان مدارس خاصة أو مساجد كلها تكمل بعضها بعض، ولكن يجب أن نتطور وأن يعني في هذا المشروع القرآني، وأن ننتقل من مرحلة التحفيظ إلى مرحلة الضبط والإتقان والإجازة. وأنا أبشرك أخي وائل في المشروع القرآني مقبل على مرحلة ثالثة، ألا وهي مرحلة التدبر والفهم، مرحلة الوقوف مع آيات الله عز وجل وقفة تأمل وتفكر بقصد الاعتبار والاتعاظ والاستبصار والانتفاع. القرآن الكريم لم ينزله الله عز وجل من أجل أن نحفظه، القرآن الكريم أنزله الله علينا من أجل أن نتدبره،
ألم يقل الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب؟ فهذا الكتاب نزل من أجل أن نتدبر، لأنه حياة وأنه روح وأنه موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. طيب وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكلاهما يكمل بعضه بعض، ولكن يجب يعني كل من هو على رأس مشروع قرآني يجب أن يتواكب مع العصر، ويجب أن يطور من وسائله وبرامجه حتى يصبح القرآن الكريم يؤدي الهدف الذي أنزله الله عز وجل، وهو أن نحيا به بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بالحديث عن هذا، أنتم كمدرسة قرآنية أكيد عندكم تواصل بالمدارس القرآنية في مختلف أنحاء الوطن، كيف تقيمون ما وصلت إليه هذه المدارس، وهل تتوقعون انتشارها أكثر من هذا؟ نعم أخي وائل، يعني لا يخفى عنك أن هذه الفترة تشهد إقبال وتشهد نهضة قرآنية لا مثيل لها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القرآن الكريم يعني متجذر في قلوب المؤمنين والمسلمين وأبناء الجزائر، فهذا شيء مفرح ويسرنا كثيرا، وفي نفس الوقت يلقي علينا مسؤولية أكبر بأن إن شاء الله عز وجل نبذل مجهودا كبيرا بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نستوعب كل هذه الإقبال، كل هذا الإقبال. ولا يخفى عنك يعني رغم يعني النشاط الموجود في المساجد، ولكن رغم ذلك أنه تجد المدارس القرآنية ممتلئة. نحن عندنا في مركز الماهر بالقرآن يعني المدرسة لم تعد يعني تستوعب كل الطلبات الذين يريدون الانتساب إليها، وكل المدارس القرآنية الأخرى يعني أينما يعني تحل مدرسة أو يعني تنشأ مدرسة قرآنية تجد يعني إقبال كبير عنها، وتجد يعني المقاعد لا توجد. هذا يعني شيء طيب ملفت للانتباه، فهناك إقبال، هناك نهضة قرآنية بإذن الله سبحانه وتعالى. سنأتي للتفصيل في إنجازات مدرسة الماهر وعن تفاصيل تأسيسها، ربما سنتكلم قبل هذا عن مخيم الماهر الذي أتى إلكترونيا مستغلا لهذه الفترة، لذلك سأدعوك ومشاهدينا الأفاضل إلى مشاهدة هذا التقرير الذي أعدته الزميلة أمينة دخوش والزميل يونس ضيف الله. تابع. مركز الماهر بالقرآن ينظم مخيمه الإلكتروني الأول لحفظ القرآن ومراجعته، حرصاً على استمرارية برامج التحفيظ والمراجعة في مدرسة الماهر بالقرآن باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم من خلالها المشارك بالتسميع واستظهار القرآن الكريم على أستاذ الحلقة طيلة أيام المخيم العشر. شارك في المخيم أكثر من 250 طالب، وتم تقسيمهم إلى حلقات تتكون كل حلقة من 10 أفراد على الأكثر، ويؤطرها أستاذ من خلال وسائل التواصل المتاحة، ويلتزم الطالب في منزله بتطبيق برنامج المخيم والتوجيهات المقدمة. يشترط أن يكون الفرد المشارك منتسبا إلى مدرسة الماهر بالقرآن، وأن لا يقل مستواه الدراسي عن الخامسة ابتدائي، وأن يمتلك الطالب وسيلة للتواصل الاجتماعي. يتم امتحان المشاركين بالحفظ والمراجعة يوميا، وتمنح جوائز قيمة للأوائل. كان هذا البرومو التعريفي بمخيم مركز الماهر المقام إلكترونيا، وللحديث عن هذا المخيم ولنتعرف عليه أكثر سنربط الاتصال بالأستاذ الطيب كرميش، وهو مدير هذا المركز والمشرف على مدير هذا المخيم والمشرف على تنظيمه. أستاذ طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. وكل التحية لك ولكل المشاركين في المخيم من خلالك نبعث لهم تحية وننقل لهم كل التوفيق لكم. أمين إن شاء الله، كل التوفيق والسداد لأبنائنا الطلبة في المخيم الماهر الإلكتروني في طبعته الأولى وفي يعني يومه الخامس على التوالي،
نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد لجميع الطلبة والأساتذة والأستاذات بإذن الله تعالى. إن شاء الله موفقين. أستاذ طيب، لو تحدثنا أكثر عن هذا المخيم وعن فكرة إقامته إلكترونيا. شكرا أخي وائل. أخي وائل، بالنسبة للمخيم الماهر الإلكتروني، نحن في مركز الماهر بالقرآن، تعود طلبتنا على تعلم القرآن في الحلقات والأقسام والأيام القرآنية. ومع هذه الظروف التي تمر بها بلادنا والأمة الإسلامية، جاءت فكرة مخيم الماهر الإلكتروني في طبعته الأولى، من باب أن الأزمة تولد الهمة، وأنه يمكن للمحنة والبلية أن نجعلها منحة وغنيمة. فجاء هذا المخيم كفرصة ودافع لأبنائنا الطلبة لاغتنام فترة الحجر الصحي في تحقيق أهداف المركز التي نسعى إليها بإذن الله تعالى. نعم. أستاذ طيب، لو نتحدث عن برنامج هذا المخيم وطريقة الالتزام ببرنامجه، خاصة وأنه المشاركين ملتزمون معكم من بيوتهم، طريقة التأطير ربما لو تحدثنا عنها. نعم جيد. فيما يخص يعني برنامج المخيم، قبل ان اتكلم على يعني برنامج المخيم، يعني اتكلم على اهداف التي اقمنا من اجلها هذا المخيم. يعني هذا المخيم له عده اهداف، يعني نذكر من بينها انه يعني من بين اهداف هذا المخيم ان يعيش ابنائنا الطلبه مع القران الكريم في بيوتهم ومع اوليائهم، ويتنافسون في حفظ ومراجعة القرآن الكريم، حتى يعني لا يتصور في ذهن الطالب أن القرآن يقرأ فقط في المساجد والمدارس القرآنية، بل أن القرآن يتلى يعني في كل زمان وفي كل مكان. الهدف الثاني أيضا من هذا المخيم هو تشجيع تحفيز طلبة والطالبات على استغلال واغتنام أوقاتهم في هذه العطلة وفي ظل هذه الظروف التي نمر بها، ربما حتى أستاذ طيب ربما حتى يستدركون ما فاتهم، للطلبة باكتشاف قدراتهم وطاقاتهم في الحفظ والمراجعة، حتى ننمي هذه القدرات في شتى المجالات بإذن الله تعالى. أستاذ طيب، كنت أريد أن أسألك عن هل التعليم القرآني كان متوقف في مركزكم، والآن أنتم تستدركون ما فاتكم بسبب يعني الوباء؟ نعم أستاذ، يعني نعم، هو مركز الماهر يعني كبقية المدارس القرآنية توقف عن التدريس يعني في ظل هذه الظروف. فالفكرة يعني بما أننا توقفنا عن التدريس في مركز الماهر القرآن الكريم، حاولنا أن نجد طريقة أخرى لنصل بها إلى الطالب أو الطلبة، حتى يحققوا أهداف المدرسة، وحتى لا يتوقفوا على حفظ القرآن الكريم، ويستغلوا هذه الفرصة في حفظ القرآن الكريم. طيب أستاذ طيب، الآن نتكلم عن طريقة التأطير. نعم، نتكلم عن البرنامج الذي سطر لهذا المخيم. فيما يخص البرنامجنا اليومي في هذا المخيم الإلكتروني، يعني فيه ثلاث فقرات. الفقرة الأولى فقرة تسمى فقرة الحفظ والمراجعة، والفقرة الثانية فقرة الاستظهار والتسميع، والفقرة الثالثة فقرة تصحيح التلاوة. الفقرة الأولى وهي فقرة الحفظ والمراجعة تنطلق من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشر، ويتم يعني الطالب أو الطالبة بإثبات حضوره مع أستاذه مع أستاذته عن طريق المجموعة يكونها الأستاذ أو الأستاذة مع طلبته، مجموعة في فيسبوك أو مجموعة على الواتساب، فيثبت الطالب حضوره في الوقت بأنه حاضر، وينطلق في الحفظ بإذن الله تعالى مباشرة بعد إثبات حضوره، والأستاذ يتابعه ويتصل به يعني في هل بدأ في الحفظ أم لا زال، استيقظ أم لم يستيقظ. وهناك يعني بعض الأساتذة هم الذين يوقظون أبنائهم الطلبة ويحفزونهم ويشجعونهم، وهناك حتى بعض التلاميذ يبدأون بعد صلاة الصبح مباشرة. يعني نحن في البرنامج عندنا يبدأ الحفظ على الساعة السابعة، وكاين بعض الطلبة يبدأون بعد صلاة الصبح مباشرة من أجل التنافس ومن أجل الحفظ.
نعم. الفقرة الثانية فقرة الاستظهار والتسميع. الاستظهار والتسميع هذا يكون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يستظهر الطالب عن طريق يعني الواتساب أو المسنجر أو كل الوسائل المتاحة. نعم، كل الوسائل المتاحة، عن طريق الفيديو مع أستاذه أو أستاذته، ويستظهر عليه ما حفظه في الفترة الصباحية، والأستاذ يسجل كل ما حفظه الطالب ربع أو نصف حزب أو حزب. ثم في نهاية الفترة، هو فترة الحفظ، فترة الاستظهار، تبدأ من الواحدة إلى الخامسة. على الساعة الخامسة يقوم الأستاذ بإعطاء النتائج لإدارة المخيم حتى يتم الإعلان عليها في صفحة المركز الماهر بالقرآن الكريم. ويتم اختيار أحسن حافظ في اليوم وأحسن مراجعة في اليوم. نعم، كما لاحظنا في التقرير عبر البرومو أنه فيه جوائز تحفيزية. أريد أن أعرف أستاذ طيب عن النتائج المحصلة إلى حد الآن في هذا المخيم بالنسبة للطلبة. يعني الحمد لله، يعني هناك نتائج طيبة ونتائج متميزة ونتائج رائعة حققت في هذا المخيم القرآن الكريم. يعني هناك بعض الطلبة يعني من لهم قدرات في الحفظ ولهم قدرات في المراجعة، وصل حفظهم اليومي إلى أكثر من حزب ونصف أو ما يقارب حزبين، يعني في اليوم يحفظ أكثر من حزب ونصف أو حزبين في اليوم. أما في المراجعة وجدنا بعض الطلبة هناك من يراجع أكثر من 10 أحزاب، أكثر من 10 أحزاب في اليوم الواحد، يعني إلى حد اليوم، يعني في هذا اليوم الخامس من المخيم هناك بعض الطلبة حافظة أكثر من 7 أحزاب. هناك في المراجعة من الطلبة من راجع أكثر من 40 حزب في هذه الفترة، في هذه الـ5 أيام. نعم، شكرا جزيلا أستاذ طيب، كنت معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي، أفدتنا بكل تفاصيل هذا المخيم. كل التوفيق لكم، شكرا جزيلا. أمين، شكرا، شكرا أخي، جزاك الله خير. أعود إليك أستاذ سفيان، استمعنا إلى كل تفاصيل المقدمة من قبل الأستاذ الطيب. أريد أن أعرف نتائج أو فاعلية نتائج المخيمات الإلكترونية ونقارنها بالمخيمات الميدانية التي كنتم تنظمونها في السابق. جيد، هو في الحقيقة المخيم الإلكتروني هو ميدان جديد اكتشفناه في ظل هذه الظروف، كما قال الله عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكأننا ربحنا في العمل الدعوي والعمل الخيري ميدان جديد، اللي هو العمل الميدان الإلكتروني. ولكن لا يمكن الاستغناء عن الميدان، يعني الميدان الواقعي الذي كنا نعيش فيه، فكلاهما يكمل بعضه بعضا. ولكن يعني كلاهما فيه نتائج طيبة، كلاهما فيه نتائج طيبة، خاصة هذه المخيمات يعني اللي فيها حفظ مكثف، ربما يعني الطالب يحقق نتيجة كما كنا نسمع الآن، يعني 7 أحزاب في 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 مخيم، وربما الطالب لا يحققها في موسم كامل. صحيح. ولكن الإنسان لما يستغل هذه الفرص يستطيع أن يحقق نتيجة لم يحققها في موسم كامل. هذه نقطة. هناك حقيقة فروقات، وكلاهما يعني فيه نتائج طيبة، ولكن كاين هناك بعض الفروقات. بالنسبة للمخيم الإلكتروني تستطيع أن تؤطر أكبر عدد ممكن، يعني ربما بتكلفة يعني ربما حتى 0 دينار، كل واحد في بيته وعن بعد نتواصل ونؤطر هؤلاء المشاركين. كذلك ربما يعني إيجاد مقر وغير ذلك من تلك يعني ذلك التعب في المخيمات الميدانية هذا غير موجود، معناها تستطيع أن تؤطر أكثر عدد ممكن بمجهودات بسيطة خلال يعني من خلال التواصل الاجتماعي فقط. أما بالنسبة للمخيم الميداني فيه أشياء ربما لا نجدها في المخيم الإلكتروني. صح فيه تعب في إيجاد المقر وفي غير ذلك، وفيه تكاليف وفيه إطعام وفيه يعني مبيت وغير ذلك، ولكن فيه أشياء غير موجودة في المخيم الإلكتروني. ربما نذكر لك منها الروح الجماعية، لما تكون هكذا يعني في 100 طالب هكذا يعني تعيشوا مع بعض من الفجر إلى يعني ما بعد العشاء،
وتنامون مع بعض ويعني تتنافسون مع بعض في حلقة واحدة مع يعني تنافس مع جميع الحلقات، فالروح الجماعية ربما تقل لأنه كل واحد في بيته، ولكن في المخيمات الميدانية تجد هذه الروح. كذلك في المخيمات الميدانية تجد الطالب قريب من شيخه، فيستطيع الشيخ غرس فيه العديد من القيم التربوية والأخلاقية. فالمخيمات الميدانية فيها واحد الجو روحاني، جو رباني، فيه يعني غرس للقيم وأخلاق في 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 قلوب وأعماق يعني الطلبة والمشاركين. ربما هذا يقل في المخيم الإلكتروني، ولكن كلاهما يعني يؤدي نتيجة طيبة وكلاهما يكمل بعضه بعضا. هل ستواصلون إقامة مخيمات إلكترونية أخرى حتى بعد أن يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قلت لك يعني المخيمات الميدانية تبقى يعني قائمة لا يمكن الاستغناء عنها، والمخيمات الإلكترونية تكون مكملة. فمثلا يعني نعطيك مثال، يعني مرات بعض المشايخ وبهجيب شيخ يعني ليك هكذا ربما يعني يكون فيه جهد وتعب وفيه مصاريف، ولكن الآن يعني هذا الاكتشاف، هذا الميدان الجديد، يعني أصبحنا نتصل حتى بمشايخ يعني داخل الوطن وخارج الوطن بكل سهولة وبأقل تكاليف، وتستفيد الكثير من هذه الاتصالات وهذه الجلسات الطيبة المباركة. فيعني كل منهم يؤدي دوره إن شاء الله عز وجل. نعم، شكرا أستاذ. كل فيه خير إن شاء الله. نعم، تسمحك لي الخروج لفاصل ثم نواصل بعدها. والقرآن. عدنا لكم مشاهدينا الأفاضل في هذا العدد الخاص الذي نناقش فيه موضوع التعليم القرآني المعاصر في المدارس القرآنية، وتحدثنا أيضا عن مخيم مركز الماهر الإلكتروني الذي ينظمه هذا المركز المتواجد بولاية المسيلة. وللحديث أكثر عن المخيم نربط الاتصال مباشرة بأحد المشاركين في هذا المخيم، وهو أحد طلبة مركز الماهر بالقرآن، عماد الدين سلامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي وائل. حياك الله عماد، نتمنى أنه ما نكونش أزعجناك، وأنت الآن مقيد وملتزم ببرنامج المخيم. أهلا وسهلا بك أخي وائل، مرحبا. الله ينورك إن شاء الله. عماد، لو تعطينا انطباعك عن هذا المخيم وعن مثل هكذا مبادرات تنظمهم المدرسة التي تنتمي إليها. بادئ بدء أخي وائل، أشكر قناة أنيس على هذه الاستضافة الطيبة، جعلها الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله عز وجل. ثانيا، أود أن أشكر مدرسة الماهر للقرآن على هذه المبادرة الطيبة والتي من خلالها شجعت أبناء المدرسة وأبناء ولاية المسيلة على حفظ القرآن الكريم وتثبيته ومراجعته. وبالفعل أخي وائل، هذا ما رأيناه في خلال النتائج اليومية للحفظ والمراجعة، يعني نتائج جد مشرفة ومستوى عالي في الحفظ والتثبيت. فمثل هذه المبادرات وجب دعمها وتعميمها على جميع ولايات الوطن، وبالأخص في هذه الفترة فترة الحجر الصحي، وجب علينا اغتنام كل فرصة لطلب العلم وحفظ القرآن الكريم. عماد، لو تحدثنا بمناسبة حديثك عن نتائج الطيبة، حدثنا عن النتائج المحققة من قبلك وعن التزامك بالبرنامج. يعني حتى تحصل محفوظ كثير وجب عليك تطبيق البرنامج والالتزام به، وبما أننا يعني في فراغ وفي عطلة صيفية وجب علينا التفرغ لمثل هذه المبادرات. تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس وذكر فراغك قبل شغلك. ويعني من بداية المخيم حققت تقريبا 3 أحزاب، ودرجة الحفظ تتفاوت من يوم إلى آخر. ما شاء الله، يعني 5 أيام 3 أحزاب، هذا إنجاز كبير عماد. نعم. وأنت يعني معروف عليك من خلال مشايخك، قالوا أنك مميز في المدرسة. يعني كل هذا بفضل مشايخ الكرام وجهدهم علي. نعم، شكرا جزيلا عماد، كنت معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي. بارك الله فيك. أعود إلى الأستاذ سفيان. كان هذا اتصال مع عماد الدين سلامي، وهو أحد ثمار هذه المدرسة. هل أنتم راضون إلى حد ما على الإنجازات المحققة في هذا المخيم إلى حد الآن؟
بالطبع أكيد أخي وائل، يعني هذا المخيم الإلكتروني فيه ثمار طيبة مباركة، ولا يخفى عنك أن هذا المخيم الإلكتروني هو الأول في ولاية المسيلة، وهو لمسة إضافية للمشروع القرآني، يدفع المشروع القرآني ويخدم القرآن ويخدم المشروع القرآني. ولا يخفى عليك أخي وائل أن هذا المخيم الإلكتروني فيه 250 مشارك، يؤطرهم أكثر من 30 أو 30 أستاذ وأستاذة، ويعني هذه بالمناسبة يعني جزاهم الله خيرا كل الأساتذة والأستاذات وقسم الإدارة وقسم الإعلام على المجهودات التي يبذلونها في هذا المخيم الإلكتروني، وفي الحقيقة هي ثمار طيبة مشرفة بإذن الله سبحانه وتعالى. سأل الله عز وجل أن يجعلها في جميع يجعلها يعني في يعني حسنة وفي ميزان حسنات جميع الفاعلين في هذا المخيم الإلكتروني إن شاء الله عز وجل. نعم شكرا سفيان، هذا إنجاز فعلا، هذا إنجاز يحسب لكم، وسنتحدث عن إنجازات أخرى عن هذه المدرسة، ولكن قبل هذا سنذهب مباشرة إلى تقرير تعريفي عن مركز الماهر بالقرآن في ولاية المسيلة. التقرير من إنجاز الزميل عيسى سرايش. يقال إذا أردت أن تربي ابنك علمه القرآن، والقرآن سيعلمه كل شيء. هذا ما يسعى إليه مركز الماهر بالقرآن الذي أسس سنة 2015 وسط مدينة المسيلة. وخلال مدة زمنية قصيرة استطاع المركز تكوين وتخريج 40 معلما للقرآن و30 خاتما لكتاب الله وفق برنامج سنوي مدروس. سطر بنظرة ثاقبة في إدارة المدرسة لتصبح مركزا يضم مجموعة من المدارس القرآنية أخذت لنفسها جمعية قائمة بحد ذاتها تحمل اسم جمعية الماهر للعلوم والتربية، موثوقة برسالة تحمل في طياتها تكوين جيل قرآن رباني، حافظ لكتاب الله عز وجل، ضابط متقن لتلاوته، متدبر لمعانيه، يساهم في نهضة وطنه وأمته. أما أهداف المركز أساسه تحفيظ القرآن الكريم لمختلف فئات المجتمع مع تعليم أحكام التجويد وضبط التلاوة برواية ورش، بالاستناد على تكوين المعلمين والمعلمات ضبطا وإتقانا للرواية مع تحصيل مهارات المعلم الناجح. مرورا بقسم خاص يعنى بالتدبر وفهم معاني القرآن الكريم، ومسايرة الأهداف يستلزم وسائل تمثلت فيما يلي: دورات تكوينية، زيارات ميدانية، مخيمات صيفية للحفظ الشامل، أيام قرآنية وعلمية مع امتحانات دورية، زائد حلقات مراجعة مع نشاطات مكملة كالعمل على إجراء دورات رياضية ورحلات سياحية وسباقات ثقافية وقرآنية يتوج فيها الفائزون في حفل نهاية السنة. أقول إخوة القادرين وعلى رأسهم السيد مدير مدرسة الشيخ سفيان، ما تقومون به كهذا العمل عندي أبلغ من 1,000,000 خطبة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويا قارئ القرآن رتل وارتقي، فالرب يزل والقراءة تشفع. كانت هذه أهم مراحل تطور مركز الماهر شاهدتموها عبر هذا التقرير المعد من قبل الزميل عيسى أسرايش. نذهب مباشرة إلى الأستاذ سفيان للحديث عن تأسيس هذا المركز وأهداف تأسيسه. في الحقيقة كما شاهدنا أخي وائل، هذا المركز تأسس في سنة 2015 مجموعة من الشباب الغيور على دينه والغيور المحب للقرآن الكريم. رسالتنا في هذا المشروع هو تكوين جيل رباني قرآني، حافظ لكتاب الله عز وجل، ضابط متقن لتلاوته، فاهم متدبر لمعانيه، يساهم في النهضة الحضارية الشاملة لوطنه ولأمته. أما أهدافنا في هذا المشروع فهي أولا تحبيب الناس وترغيبهم للقرآن الكريم، هذا الهدف الأول.
لما يكون البرنامج متنوع ونشاطات متنوعة والوسائل حديثة والمناهج يعني عصرية. سنتحدث عن هذه الوسائل. كلها يعني تجعل الناس عندهم رغبة وميول للقرآن الكريم، وهذا ما نشهده من خلال هذه النهضة. كذلك من بين أهدافنا هو تحفيظ القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع. الهدف الثالث هو ضبط وإتقان التلاوة برواية ورش من طريق الأزرق. كذلك هدف رابع وهو الإجازة المتقنين والضابطين والراغبين في الإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ضف إلى ذلك القسم التكويني لتخريج المعلمين. نحن عندنا في مدرسة الماهر بالقرآن الكريم ومركز الماهر عندنا قسم خاص بتكوين المعلمين والمعلمات، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنحن شاهدنا في المشروع القرآني كانت حلقة ضائعة هي التي يعني تكون جسر بين التعلم والتعليم. الكثير من الطلبة يختم كتاب الله عز وجل في الزوايا وفي المدارس، ولكنهم مباشرة بعد ما يتخرجون يعني ما لا يجدون مجال للعمل وللنشاط وللتعليم. فنحن قمنا بهذا القسم التكويني الذي يدعى بقسم تكوين المعلمين حتى يعد جسر لربط الطالب من يعني ميدان التعلم إلى ميدان التعليم، حتى نحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد انطلقنا أيضا من أهداف، قد انطلقنا بإذن الله سبحانه وتعالى في قسم للتدبر وفهم معاني القرآن الكريم الذي يعني من أجله نزل القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كل هذه الأهداف تسعى إليها مدرسة الماهر بالقرآن الكريم، إضافة إلى النشاطات اللي شهدناها عبر الروبورتاج. نعم، نأتي إلى ربما الطريقة أو الوسائل التي لا نجدها إلا في مركز الماهر أو في مدرسة كمركز الماهر. ما هي الطرق المستعملة من قبلكم في التعليم القرآني؟ شوف أخي وائل، بالنسبة لمركز الماهر بالقرآن عندها برنامج مسطر من طرف الإدارة يشرف على يعني تنفيذه مجموعة من الأساتذة والأستاذات. فيعني من بين النقاط هو البرنامج. برنامج هذا كل طور عنده برنامج خاص، وكل يعني برنامج فيه أهداف محددة. ما هي الفئة العمرية التي تستهدفونها؟ نستهدف يعني تقريبا من سنة أولى ابتدائي حتى عندنا يعني بعض النساء وبعض الأمهات يعني في أعمارهم 70 سنة. سبعون سنة. نعم، يعني لذلك قلت لك يعني المدرسة للجميع، لجميع فئات المجتمع. نعم، لجميع فئات المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى. فقلت لك يعني هذه البرامج لما تكون مضبوطة وأهداف معينة محددة، وأنا سبق وقلت لك أنه حتى في وسط الأطوار فيه مستويات، مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ثالث، كل مستوى عنده أهداف محددة. لما يحقق طالب هذه الأهداف يصعد مباشرة إلى المستوى الذي يليه، إذا لم يحقق الطالب يبقى في مستوى. هذه البرامج لم تكن موجودة يعني في السابق، إضافة إلى النشاطات المكملة. فلما يجد عندك الطالب يعني كما سبق وقلت لك وشهدنا في الروبورتاج النشاطات المتنوعة من دورات تربوية، إفطار، صيام جماعي، من يعني دورات يعني رحلات ومخيم صيفي وأيام قرآنية، كل هذه النشاطات، دورات رياضية، كل هذه النشاطات يعني هي عبارة عن نشاطات مكملة للبرنامج المسطر من طرف الإدارة. يعيش الطالب فيها جو يعني متميز وممتع بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني يمكننا أن نقول أنه فيه متابعة حتى خارج الحجرة. نعم، للطالب. نعم، من قبل أستاذ. نعم، هناك متابعة حتى خارج الحجرة. والمخيم الصيفي، المخيم الإلكتروني خير دليل. فنحن نريد أن نرتقي بالمدارس القرآنية إلى يعني مجرد مدارس تقتصر على الحفظ إلى مدارس تربوية يعيش فيها الإنسان. بل بالعكس، أنا لما أقول يعني دائما أقولها للأساتذة والأستاذات، إحنا عندنا ما يقارب 1000 طالب في هذه في هذا المركز، ونقول لهم ليس 1000 طالب بل 1000 أسرة، لأنه جميع أسر الطلبة والطالبات عايشين معنا الآن. المخيم الإلكتروني الطلبة عايشين معهم أمهاتهم وآبائهم، يتبعوا معهم يعني دقيقة دقيقة، فيعني ابني كم حفظ وهنا كم حفظ هنا. فنحن يعني المدرسة القرآنية عبارة عن يعني وعاء تربوي أو محضن تربوي يتربى فيه الجميع من أساتذة وأستاذات وطلبة وطالبات ويعني أسر وغير ذلك. نعيش حياة يعني قرآنية بامتياز، وهذا يعني الواجب. الواجب أن نعيش مع كتاب الله عز وجل، لن نقتصر فقط يعني مثلا على الحفظ فقط وإلا، ولكن يجب أن نعيش مع القرآن الكريم حفظا وضبطا وإتقانا وتدبرا، ويعني كل المحطات التربوية نعيشها مع كتاب الله عز وجل، وفيه سعادة لا تضاهيها سعادة. أستاذ سفيان، 5 سنوات من العطاء في المجال القرآني، ما هي الإنجازات التي حققتموها وتطمحون أيضا لتحقيقها خلال السنوات القادمة؟ هو في الحقيقة أخي وائل يعني مدرسة الماهر بالقرآن انطلقت يعني كبيرة
لأنها كانت امتدادا لمدرسة ورش. فانطلقنا مباشرة، يعني كان عندنا 200 طالب حوالي و15 معلم، ثم يعني تطورت من مدرسة إلى مركز إلى جمعية قائمة بذاتها. وأنا أبشر الجميع من يشاهدنا في هذه الحصة الطيبة المباركة أنه مقبلين إن شاء الله عز وجل على تأسيس مكاتب بلدية في جميع بلديات ولاية تمثيلة، حتى تصبح ولاية تمثيلة قلعة قرآنية بامتياز بإذن الله سبحانه وتعالى. ما حققه المركز ربما يعني 1000 طالب ينتمي إليه، هذا إنجاز. ثم انتقاله من مدرسة إلى مركز إلى جمعية قائمة بذاتها إلى مجموعة إن شاء الله عز وجل من المدارس القرآنية، فهذا إنجاز آخر. عدد الحفاظ خلال هذه المدة الزمنية يعني أكثر من 30 طالب ختم الكتاب الله عز وجل داخل هذا المركز. كذلك أكثر من 100 طالب تجاوز نصف القرآن الكريم، وكذلك أكثر من 200 طالب تجاوز ربع القرآن الكريم. فكل هذه هي عبارة عن إنجازات حققها مركز الماهر بالقرآن الكريم. ضف إلى ذلك القسم التكويني، قسم تكوين المعلمين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه المدرسة منتجة، على أن هذه المدرسة منتجة. أصبحنا عن اكتفاء ذاتي في المعلمين، ونصدر ل يعني بعض المساجد وبعض الجمعيات وبعض المدارس القرآنية الذي يعني أي مؤسسة ينقصها معلم، وهذا شيء يعني ملفت للانتباه. ونحن مقبلين على تطورات أخرى إن شاء الله عز وجل، خاصة في الموسم القادم، لأن أصبحت جمعية الماهر للعلوم والتربية، ستكون هناك يعني أقسام جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. سيصبح هناك يعني قسم للتدبر، وقسم للمجال الدعوي، وقسم للمجال التربوي، وقسم يعني للعلوم الشرعية وغيرها. يعني الرؤية والأفكار موجودة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا حتى تكون منارة علمية تربوية بامتياز بإذن الله سبحانه وتعالى. نجتهد ونسعى جاهدين نحن وجميع الأساتذة الأفاضل وجميع المحسنين وجميع يعني الفاعلين في هذا المشروع، حتى تكون قلعة قرآنية تربوية دعوية بامتياز بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، هي فعلا أرقام كبيرة طيبة جيدة تحسب لكم. ما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها للأطفال حتى يتوجهوا إلى هذه المدارس القرآنية؟ والله أخي وائل، يعني في الحقيقة الإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، على نعمة القرآن، وكفى بها نعمة. ثم يعني الشكر موصول إلى جميع الفاعلين في هذا المركز الطيب المبارك، من أساتذة وأستاذات وقسم إدارة وقسم إعلام وطلبة وطالبات وكل المحسنين، جزاهم الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم إن شاء الله عز وجل. إن كانت يعني نصيحة، فلابد أن نوجه نصيحة إلى جميع يعني سواء كانوا يعني طلبة وطالبات أو أولياء أو محسنين أو غير ذلك، فنقول لهم أن القرآن الكريم هو الحياة، كما بدأنا هذه الحصة نختمها، أن القرآن الكريم هو الحياة الحقيقية التي أرادها لنا الله عز وجل، وهو الروح. أفمن كان ميتا فأحييناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، لما سئلت عنه عائشة قالت كان قرآنا يمشي. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يتجاوزون 5 آيات حتى يفقهون معناها ويعملون بها. فأنا نصيحتي أن يستغلوا هذه الفرصة، سواء كان طلبة وطالبات، حتى الآباء والأمهات أدعوهم لأن ينخرطوا وأن ينضموا إلى المشروع القرآني. سابقا كنت أنصح فقط يعني الطلبة والطالبات، لكن نصيحتي الآن إلى الجميع، يعني شيبا وشبابا، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، القرآن الكريم هو الحياة الحقيقية، وهو الطريق إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فسارعوا إلى هذا المشروع الطيب المبارك، فهو الطريق إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، هل فيه نشاطات أخرى تنظمها مدرسة الماهر للقرآن غير المخيم الإلكتروني أو المخيمات الميدانية اللي كنتوا تنظموها قبله؟ نعم، كما ذكرت لك أخي وائل، العديد من النشاطات التي لا تحصى ولا تعد في مدرسة الماهر بالقرآن. لذلك قلت لك أن المدرسة لا تقتصر على الحفظ فقط، وهي ليست مدرسة للتحفيظ، هي مدرسة تربوية قائمة بذاتها، مدرسة دعوية بإذن الله سبحانه وتعالى. عندنا مشاريع يعني كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى تنتظرنا، مشاريع دعوية، مشاريع تربوية، مشاريع قرآنية، مشاريع تدبرية، النشاطات يعني اليوم القرآني، الصيام والإفطار الجماعي، الدورات الرياضية، الدورات التربوية، المخيم الصيفي، نحن إن شاء الله عز وجل يعني بالمناسبة مقبلين
مسؤولين عن المخيم الصيفي، والكل يعني من الشباب يعني ينتظر هذه المحطة الطيبة المباركة التي نجتمع فيها جميعا حتى نروح على أنفسنا مما يعني اجتهدنا فيه في الموسم، ونستعد إلى موسم قادم. وهذا يعني يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة لما الإنسان يكون يعني في مقدمة في مشروع معين أو قائد في مشروع معين، خاصة لما يكون الإنسان في قائد في مشروع قرآني، يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة لتطوير هذا المشروع ليواكب هذا العصر ويواكب شرف القرآن الكريم، لأن القرآن نزل لنعيش به بإذن الله سبحانه، ونحن نسعى جاهدين لتطوير المناهج التربوية ولتطوير الوسائل بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نكون عند حسن ظن إخواننا بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا للأستاذ سفيان بعويرة مدير مركز الماهر للتعليمي القرآني على الحضور معنا في هذا العدد الخاص، وأيضا شكرا لكل المشاهدين الأفاضل على حسن الإصغاء والمتابعة. وفي الأخير أدعوكم إلى الاستماع إلى هذه التلاوة الطيبة لتكون خير ما نختتم به هذا اللقاء الخاص، وهي تلاوة أحد طلاب هذا المركز القرآني مركز الماهر بولاية المسيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق.